مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. مشكل والنساء اللي كيكون عندهم خلل هرموني ما كيكونش معروف أي خلل، كيظهر غير في الدورة الشهرية، ولكن هناك أخلال في على مستوى هرمونات أخرى من اللي كتاخذ البروجسترون كيولي عنده مشكل آخر، ما كيبقاش عنده مشكل الدورة الشهرية، ربما توصل حتى ينبت لها الشعر في وجهها. فعلا غادي نبت لها الشعر في وجهها، غادي عندها يعني شوارب ولا عندها ليه يعني تتشوع، وحتى الشكل الجسم ديالها، الشكل الجسم ديالها الان كيف سد بهذيك تحت التاثير. لماذا؟ لان نحن نقول ان البروجستيرون هو صعق للجسم، لما نتناول البروجستيرون هو صعق الجسم، ولذلك حبوب من اللي بدا العالم كله عبر منظمه الصحه العالميه من اللي دخلوا مانعات الحمل، من اللي دخلت الهرمونات تسمى تنظيم النسل تنظيم الأسرة، هي غير أقاويل، ولكن لما دخلوا هذه الهرمونات لمنع الحمل من تم بدل الويلات الصحية عند النساء، من تم بدل. أضيف إلى ذلك بعض النساء ما كيتمش الحمل ديالهم طبيعي، كيبغيو يعملوا العملية ديال يعني التلقيح خارج الرحم. هذه المرأة هذه اللي غادي يعملوا لها هذه العملية خاصة تعرف على الأقل، خاص الطبيب يفهمها ويعرف يعرفها، من حقها تعرف، من حقها تعرف. نعم. اش خاصها تعرف؟ خاصها تعرف بان الطبيب غادي يحقن لها واحد الهرمون باش تعمل 30 بويضه لتحفيز، لان المراه غادي غير بويضه وحده. نعم. خاصها يحقن لها واحد الهرمون باش تعطي 30 بويضه، وهذيك 30 بويضه يعملوا هما هذه التلقيح الاصطناعي خارج الرحم باش يلا وحده تصدق. واحد الحاله في مراكش صدقت 6، يعني يعني هذيك اللي ولدت 6، هذيك الحاله كانت خاضت واحد الصعق هرموني اللي ولدت 6 البلاد. علاش؟ لان 6 البويضه تلقحوا ما عليه، ملي كيحقنوا هذيك المسائل، ملي كيديروا التلقيح الخارج الرحم ثم كيحقنوه في الرحم، الطبيب كيوضعوه في الرحم، طبعا بعد يعني في كثير، ماشي في كثير من الحالات يعني، ولكن كيقدر يكون اكثر من 3 و4. نعم. يعني النساء اللي عملوا هاد الوالدين 6 والوالدين غالبا كيكونوا عملوا هذا المشكل ديال الصعق الهرموني قبل ان مع الاسف الشديد بعض المرات المراه كتاخذ صعق هرموني وكتعمل التلقيح خارج الرحم ما كيصدقش، ما كيصدقش غالبا، كتولي البرولاكتين طالعه، كتولي عندها برولاكتين 30 و40، كاين نساء عندهم اكثر غالبا، كتولي راسها يحرقها، وكتولي عندها اعراض اخرى، كيولي الحليب خارج لها من الثدي ديالها. انا جاني سؤال من الجزائر، هل يجوز، كانوا يسميوه حليب الذكر، هو هذا الحليب اللي عاد المراه اللي ما ولداش. يعني كاين بعض النساء اللي كيربيو الاطفال وكيحقنوا واحد الهرمون باش يتكون عندهم الحليب وكيرضعوهم، من الناحية الشرعية لا يجوز، لا ما نطولوا يعني. لماذا؟ لأن لا يجوز يعني أن نقتل هذا الجسم باش نغذيو جسم آخر، لا يمكن، وهذا الصعق الهرموني هو فيه خطر للمرأة. فهذه كان يعني كاين حالات هكذا يعني هذا، هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز باش نكونوا واضحين. ثم أن كاين هو الا طلع حتى الرجال، حتى الرجال طلع عندهم هرمون البرولاكتين كيولي عندهم حليب في الثدي ديالهم. وكاين بعض النساء الان ملي كيطلع البرولاكتين 30 و40 كيولي دائما الحوايج ديالها ملطخين بالحليب، وكيولي دائما الثدي ديالها كيسيل بهذا الحليب، حليب ماء او شيء على سائل اصفر او بحال هذا. فهذا المشكل الان اللي واقعين فيه ديال هذا المشكل الهرموني هو مشكل خطير جدا. فاذا كان باش نلخصوا في دقيقه، نعم، نستقبلوا ان نمط العيش، اذا كان نمط العيش الحديث الفاست فود وهذا، لان كثير من الاغذيه هي فيها هرمونات بعدا هذا. فاذا كان الناس يعيشون على الطبيعي وطبخ المنزل بزيت الزيتون والاشياء طبيعيه، لا يمكن يكون خلل هرموني عند المراه، الا في الحالات النفسيه، يكون المراه عندها واحد توتر عصبي، يكون عندها عمل بكثره او تكون مرهقه او اشياء هكذا، نعم كيوقع هذا المشكل ولا القلق ولا الخلعه ولا شيء، نعم. ولكن انا اظن ان الدواء والعلاج الحقيقي للخلل الهرموني هو المرأة تمتنع عن المنتوجات الحيوانية والمنتوجات الصناعية فقط، ما طلبناش منهم كثير. المنتوجات الحيوانية معنى الحليب واللحم، وتمتنع عن المواد الصناعية، وترجع نباتية وتاكل سمك مع النبات حتى يضبطوا الهرمونات ديالها، ويعني انا ذاك ترجع للحوم ولا الحليب ولا شي حاجة. انما اللي كيكون المريض كتكون حالة مرضية ومنعوا واحد المادة خصو يمنعها، حتى ولو كانت يعني في ضيافة عند شخص اخر
ويعني تمتنعي عن اكل اللحوم. ليست مجبره ان تاكل المدينه. انا عندي حميه لان عندي مشكل صحي. يعملوا لها اي شيء خضار ولا سلطات ولا شي حاجه تاكلوا. الناس ما بقاوش كيمشيو للضيافه باش ياكلوا، ما بقاش عندنا العصر باش يمشيو الناس باش ياكلوا، ولاو كيمشيو لزيارات. الحمد لله ان الوقت تحسنت من واحد الناحيه، النفسيه تحسنت. من قبل كانوا الناس كيمشيو ياكلوا. فهذا المشكل هو النساء يعرفوا هذا هو العلاج الحقيقي. يلا رجعوا نباتيات، ياكلوا غير النبات مع شويه سمك، ويمتنعوا عن المواد الحيوانيه، ويمتنعوا كذلك عن المواد الصناعيه، عن المقليات والحلويات والاشياء، لان هي كذلك تحدث خلل هرموني. لان بعض الاشياء بحال المونوسوديوم غليطامات، بحال بعض المحليات، بحال بعض المضافات الغذائيه، المبيدات، مبيدات، مبيدات تخرب الهرمونات. فمن الاحسن هذا يتبعوا بعد هذه المسائل هذه، ثم يبقوا تحت المراقبه الطبيه. لا اظن ان يكون مشكل. فقط واحد المعلومه قبل ما ننسى، هو بعض البنيات وبعض النساء كتجيهم الدوره الشهريه بالالم الشديد، الم فظيع. كيمشي حتى للمستعجلات. نعم، كاين بنيات ما عند الطبيب ما يدير لها في المستعجلات. كيعطيها مهدئ ويخليها تنتظر ويكال شويه يهضر معها ويقول لها ما تخلعيش وكذا وكترجع عليا. ان هذه البنيات هذو خصهم ينقصوا من المواد الصناعيه ويرجعوا نباتيات، ما يبقاش عندهم هذا الالم. وقبل من الدوره الشهريه بواحد يومين يبقاو ياخذوا الكرفس، كنا تكلمنا عليه، يبقاو ياخذوا الكرفس ويعني واحد الصحن ديال الكرفس تاكلوا هذه البنيه. وكاين اوراق التين، اوراق ديال الكرم ملي كيكون حتى دابا كاين الكرم، ملي كيكون هذا اوراق التين راه كاينين، ما يبقاش الناس يبقاو يقلبوا عليهم يشربوا الماء يشريهم غاليين ولا شي حاجه. راه اوراق التين راه كاينين، يشربوا الماء ديالهم. لا ما لقاوش، لا ما لقاوش كاع اوراق التين ولا لقاهم بثمن باهظ، ولا بداوا الناس كيستعملوا هادشي لاغراض تجاريه ولا شي حاجه. بلاش بلاش، لا ماشي شي حاجه خارقه للعاده. الا بحال في البوادي، بحال الناس اللي دايزين من الطريق وبان لهم الكرم ولا المرسيط ولا حاجه، قطعوا الاوراق يديهم واخا يكونوا يابسين، كاين عندهم حباب ويجي واحد من الاوراق ديال الكرم وما نبغيهمش انا كاع يتباعوا. نعم. علاش؟ لاننا بلد التين وبلد الزيتون هذا. فنكونوا متراحمين، هذا هو الاسلام الصحيح. اما اللي سمعناها نمشيو نحطوها في السوق نبيعوها، هذا ليس هذا. الاوراق ديال الكرم كيحيدوا الالم. اوراق التين نعم يحيدوا الالم ديال الدوره الشهريه، يعطيو البنيات الكرفس، ويحيدوا لهم المواد الصناعيه فاست فود والمسائل واللحوم. يحيدوا لهم اللحوم لان اللحوم فيها الكراف، فيها الكوليسترول، والكوليسترول كيزيد من الازمه ديال المشكل ديال الدكتور. هناك يعني العديد من اللي كيرتادوا الصفحه الاجتماعيه ديال الفيسبوك، من ضمنهم واحد السيده من وجده سكينه كنشكروا على السؤال. كتقول لك بان يعني النساء ملي كتولي كترتفع ديك الحراره ديال الجسم او كما كنسميوها لي بوفي تشالور، الطبيب كيعطيهم واحد الهرمونات كتعويض. واش هذيك الهرمونات يعني جيده لصحه المراه؟ نعم، على ان هي الهرمونات كتمشي بتقاطع كنسميوه انتاغونيزم. الطبيب دائما كيعطي هرمونات باش يقطع يعني الفاعليه ديال هرمون اخر. طبعا اذا مشات على الطبيب غادي يعطيها هرمونات، ولكن ممكن عليا كاين اطباء ما كيعطيوش هرمونات، كاين اطباء كينصحوا النساء غير. المشكل اللي واقع الان هو اولا هذا الهيت شوك، هذا ارتفاع الحراره، يعني هذه السخونيه اللي كتجي النساء سنتين قبل سن الياس. هذه اشياء كانت من قبل عاديه، كان النساء كيحسوا بشويه سخونه. الان ولا مشكل ظاهر، الان ولا مشكل كبير. النساء الان يعني كتطبخهم هذا المشكل ديال ارتفاع الحراره. اولا خصنا نعرفوا بان النساء اللي كانوا كيكثروا اللحوم واللي كانوا تاخذوا حبوب منع الحمل لمده طويله غادي يدوزوا هذه الفتره عصيبه. هذه ما فيهاش، علاش؟ لان الجسم ديالهم باش يعاود يرجع طبيعته. لانه مقبل على سن الياس، مقبل على فتره اخرى. هذه التحولات كتاخذ وقت كثير، تحولات كتاخذ عامين، وغادي يحسوا بهذا الارتفاع الحراره طبعا، لان الجسم كيتفاعل مع هذه الحاله هذه. كيولي ماشي غير ارتفاع الحراره، كيولي ارتفاع الحراره كتولي مرض تخلع، كتولي انغواسي. علاش؟ لان تما النظام الاندوكريني فيه خلل، بدا كيعاود يمر الجسم الى مرحله اخرى، تعود الجسم. اداباسيون كيبدا يعود الجسم على فتره اخرى ما فيهاش الدوره الشهريه، ما فيهاش هاد الهرمونات نهائيا، خصهم ينقطعوا. هذا مثل بحال المرض كذلك، ملي كتبغي تفطم الولد ولا شي حاجه كتلاحظ على ان كيولي عندها واحد المشكل، حتى البزوله ديالها كتسخون، كيولي عندها واحد الاشياء. علاش؟ لان كتبدا تفطم في الولد، كيبدا ديك البرولاكتين ما خصهاش تفطم بعد الولد فجاه واحده، خاصها تبدا تقلل ليه في الحليب. وحتى هاد النساء اللي كيبغيو يفطموا ترى مره كيعطيهم الطبيب واحد الهرمون باش ينقص من الحده ولا من الفاعليه ديال هذاك البرولاكتين.
المشكل اللي كاين هو هذه المسائل اللي قلنا قبل قليل. والنساء ملي كيبداو يحسوا بهذا الشوك بهذا الارتفاع الحراره يقطعوا اللحوم فقط، بسيط بسيطه جدا، غير يرجعوا نباتيات فقط، ما غاديش يكون عندهم اي مشكل ان شاء الله تعالى. لماذا؟ لان لماذا اللحوم؟ لان اللحوم ربما تكون مصدر هرمونات، وفيها حتى ولو كانت غادي يكون فيها مشكل كوليسترول، ومشكل الكوليسترول عليا هرمونات راه عندها طبيعه يعني، فالكوليسترول كيحفز هذا المشكل هذا ديال هذا، فلازم يمتنعوا. بالعكس، والاوميغا 3 حمض الاوميغا 3 كينقص من الحده ديال السخونيه، والمشكل ديال الكوليسترول كيزيد فيها، معنى ان النساء حبسوا تماما اللحوم، كل اللحوم والالبان المواد الحيوانيه يرجعوا نباتيات واحد الفتره، وياكلوا شويه سمك ولا قطاني ولا خضار ولا شي فواكه، الفواكه الجافه كذلك، اللوز القرقاع التمر، المسائل هذه ما عندهمش مشكل، ما غاديش تبقى عندهم هذه السخونيه ديال السن الياس، ما نظنش انه يكون مشكل. ولكن الخلل الهرموني الان اصبح ظاهر، الخلل الهرموني اصبح ظاهر. لماذا؟ لان عوامل خارجيه، ربما يكون هناك هرمونات في الطبيعه ما عارفينهمش النساء، ربما يكون هرمونات في الطبيعه في التغذيه، ربما يكون اشياء اللي كتحفز الهرمونات كذلك، اللي من عليه مكون اليود مثلا، مكون الايودين، هذه اللي تزادت في المرحله ولات كثيره في الطبيعه، ان الدم ديال المغاربه ولا تركيز الايود مرتفع جدا، ان هذه الاشياء هذه ربما نبغيو نصلحوا واحد الخلل، ولكن سنحدث خلل اخر، خلل اخر اخطر من من منه. فمشي غير الايود يعني، كاين مش الايودين، كاين اشياء اخرى مثل منها البيسفينول، اي هذا المشكل ديال البلاستيك كذلك يحفز ويشعل، ماشي غير يحفز، يشعل نظام الاندوكريني، هذه المواد البلاستيكيه. وكاين المبيدات، المشكل ديال المبيدات هو المشكل ظاهر، المبيدات بخصوص الهرمونات على مستوى المبيض والرحم، وتدري هذه الهرمونات هذه غادي يكون مشكل خطير جدا بالنسبه للنساء. واللي كان نلاحظ اذا اجتمع هذا المشكل الهرموني مع المبيدات دائما كيكون سرطان، وكيكون سرطان للاعضاء التي تعمل تحت الهرمونات، اللي هي عليين، هي اولا تفرز هرمونات ولكن تعمل كذلك تحت النظام الهرموني اللي من الثدي، من المبيض، ومن الرحم، ومن البروستاتا عند الرجال. فالرجال مثلا اللي عندهم هذا المشكل بي اس اي طالع، هذا الهرمون ديال البروستات طالع، وعندهم تضخم، حتى تضخم البروستات على الوي، لما يكون البي اس اي طالع كيكون تضخم البروستات طبعا، لان هذا التضخم في جميع الاعضاء ملي كيكون الهرمون طالع كيكون، ولذلك لعب الباحثون على تضخم الشكل الحيوان، انهم تعطيه هرمونات لتضخيم هذا الشكل وتسميه تسمين هذا الحيوان. فالرجال اللي عندهم تضخم البروستاتا يتوقفوا عن اللحوم بعد، اولا الاجبان واللحوم، لان الاجبان تيا فيها الزبده، فيها الدسم الحيواني، يتوقفوا عن الاجبان واللحوم فقط باش ترجع الضبط الهرموني ديالهم ديال البي اس اي ديال البروستاتا، ما يكونش عندهم مشكل. يعني النساء هما اللي كيشتكوا من الهرمونات، الرجال لماذا لا يبحثن عنها؟ نعم انا قلت لك بان المشكل ظاهر حتى عند الرجال، خصوصا الرجال اللي عندهم 45 50 سنه والفوق، يعني يجوا الرجال اللي كيخرجوا في الليل عندهم تضخم بروستاتا، يعني ملي كيفحص الطبيب ربما ما يكونش واصله لسرطان ولا حاجه، يعني مازال اشياء تضخم يعني الاطروفي. ولكن هذا الطور الاول، هو الطور الاول اطروفي، الطور الاول تضخم، لكن الطور الثاني سرطان. والغريب ان في بعض الحالات يعني كانوا الامريكيين يتنبهوا لهذا المشكل، هو بدون ان يكون سرطان البروستات، تكون مازال البروستات في الطور تضخم ولكن تعطي سرطان العظام، يقع سرطان العظام هنا. هذه بعد الحالات الغريبة جدا، يعني حتى التفسير ديالها غريب جدا. لماذا؟ لأن الخلية الأم ديال السرطان، لما تكون الخلية السرطانية الأم في واحد العضو لازم الطبيب يعرفها، لما عرفش هذيك الخلية الأم وقطع أعضاء أخرى والخلية الأم مازال ما عارفيناش، كيكون مشكل تما. فين كنعرفوا بأن كاين الريسيديف عليا، كاين كيف ما كان الحال، يعني الحالات اللي كيشوفوا الاطباء ان كاين الحالات اللي كينجحوا في الشيميوثيرابي ما كتكونش ريسيديف، ما كيرجعش سرطان، كاين حالات ديال الريسيديف اللي كيرجع سرطان. لماذا كيرجع؟ لان الخليه الام ما معروفهاش، ما مستاصلاش هذيك الخليه الام، العضو اللي فيه الخليه الام ربما ما تكونش ظاهره، ما تكونش باينه لا في التصوير ديال الصوره هذه الايماجوري، ولا تكون على مستوى التحاليل. هذا هو اللي ادى بالامريكيين ما يثقوش 100% بدوك المؤشرات الهرمونيه ديال السرطان، بحال السي اب،
129 بحال بي اس اي بحال المسائل هذه كي الا كيشوفوها كيديروا التحليل يشوفوا هذا هي كتعطيهم فكره مجمله ولكن ما كيثقوش بها 100% تيقول لك ماشي مؤشر يعني هذا فهاد المؤشرات كثيره هذه المؤشرات الهرمونيه ديال السرطان كثيره لان كل عضو عنده مؤشر كل عضو عنده فهاد غالبا الاطباء كيكونوا ملي كيكون سرطان الثدي ولا شي حاجه دائما كيراقبوا القولون المعده والقول الرحيم وكيفحص فحص مدقق طبعا خص الجسم كله كيتفحص ولكن كيشوفوا على ان دائما كيمشي للقولون سرطان من الثدي كيدوز للعظام القولون الرحيم ولا اشياء هكذا وكاين هرمونات اللي كتستعمل للعلاج يعني بحال النساء اللي كيكملوا الحصص ديال العلاج الكيماوي الكيميوثيرابي كيعطيوهم الهرمونوثيرابي حيت كيضيعوا نعم هي معروفه يعني كل الناس يعرفون هذه الحقيقه على ان هذاك الهرمون اللي كيتناولوا الخمس سنوات من بعد العلاج الكيماوي هو اذا كانت المراه كتاخذه على سرطان الثدي ملي كتستأصل الثدي يعني ملي كتكمل الكيميوثيرابي والراديوثيرابي كيعطي الهرمون يعني الاطباء كيديروا اقصى ما يمكن ثلاثه هذا الكيميو والهرمونو والراديو يعني غالبيتو كنشوفهم يعني هما معروف عليه وحتى البروسبكتوس الصانع كاتب بانه يحدث سرطان الرحم يعني يسبب سرطان الرحم لا الصانع كيخرج ذاك المسؤوليه براسه ومع ذلك مازال متواتر يعني مازال الاطباء كيعطيو علاش لان ما عنده ما يدير ماشي البديل خص لا خصو يعمل اقصى ما يمكن في العلاج يقول لك من الاحسن المراه وخص يكون الريسبتور خص يكون عند ديك القابليه للهرمونات تكون ايجابيه اذا كانت المراه ما كتستجبش للهرمونات لازم الطبيب ما يعطيهاش هرمونات إذا كانت تستجب الهرمونات ممكن تأخذ هذا وبعض النساء ممكن يأخذوا هرمونات قبل كيميوثيرابي ولا ما يأخذوش كيميوثيرابي يأخذوا هرمونوثيرابي لأنك كانت المرأة الجسم ديالك يستجب الهرمونات جيد ما عندناش مشكل ولكن كتبقى المناعة بدون مناعة ليس هناك علاج لأن المشكل الهرموني هو مشكل الآن لنمط العيش يرتبط بنمط العيش وبالحالة النفسية 100% إذا دكتور لا سمحتي غادي ناخذ مكالمة، ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ سعاد من سلا. أهلا بك سعاد، تفضلي. الله يخليك التفاؤل ديالي على نقص بعض الهرمونات عند المرأة في سن اليأس. كنعرفوا بأن بعض الهرمونات ما كتبقاش تفرز داخل الجسم. نعم. وبغيت نعرف شنو هي التغذية اللي يمكن تعوض هذا الهرمون. والسؤال ديالي الثاني واش هذا النقص عنده تاثير على ترسيخ بعض الفيتامينات في جسم المراه وهذا بالنسبه للمراه العاديه وبغيت نشوف الله يخليك واش كاين شي حالات استثنائيه بالنسبه للمراه اللي كتعاني من داء السكري واش كاين شي مضاعفات ديال هذا النقص خصوصا واننا كنسمعوا هذا النقص كيؤدي على المدى البعيد لمرض الهشاشه هشاشه العظام نعم اذا وشكرا وشكرا جزيلا على هذا البرنامج المفيد الله يبارك فيك هذا السؤال اللي جاوبنا عليه ديال هذه السيده سكينه من وجده هو التكمله ديال السؤال ديالها علاش لانك تكون اولا الهيتشوك هذه السخونيه يعني كتكون ارتفاع الحراره قبل سن الياس وبعد سن الياس تصبح هشاشه العظام يعني لماذا؟ لان طبعا لان كاين هرمونات اللي كتدخل بعد الفيتامين دي هو هرمون بعد ماشي فيتامين. نعم لان كاين الكالسيتونين والكالسيفيرول هادو يعني الاطوار اللي كيدوز منهم الفيتامين دي الجسم كياخذ الفيتامين دي 2 وكيحولوا له فهذا هرم هو كيعمل الفاعل يعني العامليه ديالو هي عامل هرموني يعني السيده جزاها الله خير على هذا السؤال نعم كيكون هشاشه العظام ولذلك ملي كينقص الفيتامين دي يعني الكالسيفيرول كالسيتونين هذا النظام طبعا كيكون هشاشه العظام يعني الميكانيزم الاول هو ان تثبيت الكالسيوم على العظام ما كيبقاش الميكانيزم الثاني كتوقع ريبتير كيبقى واحد الخلل على مستوى الكليه والكالسيوم كيضيع مع البول شرف الله وقدر السامعين كيبو يضيع بكثره ومشي غير الكالسيوم علينا نرضع الكالسيوم ممكن ولكن بعض المرات كيضيع البوتاسيوم ملي كيضيع البوتاسيوم كيولي تحت ثلاثه كيولي انتفاخ كيولي اشياء لان الماء ما كيخرجش من الجسم فهذا المشكل الان السيده هذه جزاها الله خيرا نعم كيكون تغيير في الهرمونات بعد سن الياس كاين هرمونات تتوقف لان على سنه سن الياس يعني من الهرمونات هذه ديال الخصوبه الهرمونات التناسليه تتوقف علاش لان المراه ما بقاش تولد سن الياس معناها ما بقاش تولد معناها انها
هاد الهرمونات هادو اللي كيعملوا على الدوره الشهريه اللي كيطلعوا على 14 يوم ويعاودوا يهبطوا على 22 يوم هادو ما كيبقاوش كيتوقفوا يعني لا ال اش لا ال تي اش ولا ال اش هادو ما انتاغونيست يعني كي وحده كتبدا وتكمل الثانيه. نعم. ثم عند الرجال لا عند الرجال التستوستيرون تيبقى خدام حتى ل 160 حتى يموت الشخص يعني التستوستيرون كيبقى خدام غير تاكسد التستوستيرون هو اللي مشكل كيصبح معرض للتاكسيد كيبقى صلع كيدار صلع عند الرجال هذا هذا هذا, هذا سميتو وحتى يعني حتى العامل ديال التستوستيرون هو فيه مشكل لماذا لان ملي كتضخم البروستات كينقص هذا الفاعليه عند الرجال كتنقص يعني طبعا لان هذو الاطباء كيعرفوا هذا المشكل هذا فما خصش يكون معنى خلل هرموني ما خصش يوقع على جميع الاعمار الناس خصهم يفهموا هذا الخطاب ومع الاسف الشديد نحن نتكلم لمده ساعه ومع ذلك الناس مازالين كيتصلوا بنا عندي خلل هرموني صافي راه هذه الحلقه كافيه والمعلومات اللي في هذه الحلقه كافين للناس اللي عندهم خلل هرموني اولا ما لازم البنت تبلغ قبل 14 سنه 12 سنه مقبوله عند الاطباء الان 10 و8 مقبولينش عند الاطباء الان اصبحوا كيبلغوا كيبلغوا على 8 نعم ان البنيات الان كيبلغوا على 7 و8 هذا خطر لماذا؟ لأن من 8 سنين والبنت غدا تبقى معرضة للهرمونات حتى لسن اليأس ولذلك الأطباء يقولوا أن البنيات اللي كيبلغوا في سن مبكر كيكونوا معرضين لسرطان أولا حتى سن اليأس كتجيهم يعني على سن مبكرة سن مبكر كتجي خطيرة بعدا كتجيهم خطيرة يعني هذا هما الحالات الآن السيدة قالت حالة خاصة هي مش حالة خاصة فمش لازم البنيات من قبل كانوا كيبلغوا على 14 في المغرب كانوا كيبلغوا على 14 كاين بعض الحالات في الاطلس وفي بعض المناطق اللي فيها بعض المكونات الغذائيه اللي كتسخن البنات وحاجه كيبلغوا على 10 11 12 ماشي مشكل وحتى في قديم الزمان كانت المراه تبلغ من امنا عائشه رضي الله عنها يعني كان النساء كيبلغوا على سن مبكره ما كاينش مشكل يعني علي فهاد الحالات الاطباء كيقولوا من الاحسن انا ماشي انا ما بالبنت تبلغ على 50 ما كاينش مشكل غير الاطباء كيقولوا بان بعض الحالات ديال البنيات اللي كيبلغوا في سن مبكر كيكونوا معرضات للسرطان اكثر من البنيات اللي كيبلغوا على 14 سنه علاش البنيات كيبلغوا الان لان كاين محفزات ديال النظام الهرموني الاندوكريني هاد المحفزات كاينه في التغذيه أن التغذية اللي كيتناولوا هاد البنيات خارج المنازل هي كلها محفزات هرمونية هي البنات غادي يبلغوا قبل وغادي يولي عندهم واحد الإفراط في هاد الهرمونات وغادي عندهم مشكل خطير جدا وغادي يولي إحباط والبنت لما تزوجتش غادي تنعكس على الحالة النفسية ديالها وغادي تتقلق وغادي تحبط وغادي يولي أشياء أخرى من قبل ما كانوش البنات كيتحبطوا قبل 26 28 عام دابا البنات كيتحبطوا على 18 و20 رغم ان القانون الان كيمنع الزواج قبل 18 لكن كاين بنات دابا اللي كيتحبطوا قبل 18 عام لماذا لان هذا قانون الطبيعه هذا قانون الله خلق البشر هكذا ما تجيش انت تضع قانون تقول هذه البنت هذه تسنى 18 عام بلغت على 18 تسنى 18 بزمنها يعني كاين وشوف سبحان الله الشريعه تحترم قانون ماشي قانون الطبيعه قانون الله يعني الشريعة تحترم الخلق ديال الله سبحانه وتعالى الله خلق البشر هكذا لا يمكن احنا نوضعوا لي حد نقول لي لا حبس سنى عفاك حتى توصل 18 هذا كيولي الإجحاف في حق الله سبحانه وتعالى أن الأمور الآن اللي توضعت الناس كيحلوا تحليل خارجي ولكن احنا كنقولوا لهم انت اللي عندك 60 ما تحللش البنت اللي عندها 18 تجي البنت اللي عندها 18 هي اللي تحلل هي اللي نسمعوا لها انت كتحلل في مكان شخص اخر ولذلك انا دائما اقول سوسيولوجيا المغرب ما قبل بداتش ربما نبداوها ان شاء الله ولكن سوسيولوجيا المغرب الناس اللي كيتكلموا عليها كلهم كيتكلموا عليها خارج سوسيولوجيا المغرب لا علاقه لهم بسوسيولوجيا المغرب ربما تكون سوسيولوجيا فرنسا ديال دوركايم ربما تكون سوسيولوجيا ديال الغرب ولا حاجه على حسب علماء اوغست كونت ولا حسب توماس هوبس ولا جون لوك ولا حاجه نعم ولكن سوسيولوجيا المغرب مازال ما قصح حتى واحد ومازال لا يقدر احد ان يتكلم فيها سوسيولوجيا ليست سهله لانه مجتمع متكامل من حيث البشر هو مجتمع عربي مجتمع يعني في بلد فيه مكونات كبيرة مجتمع متعايش عنده دين وعنده قبل من الدين كانوا عنده أشياء قوية يعني الإنسان الأمازيغي أمازيغي تعني إنسان حر
ملي زاد الشريعة الإسلامية زادت كرست القوة ديال هذا الشخص اللي فتح الأندلس، هو حر وزاد الإسلام ولو عنده جوج العوامل قوية جدا. ولذلك من المستحيل على الناس اللي قرأوا السوسيولوجيا برا باش يحلوا المجتمع المغربي، خاص المجتمع المغربي يحلوا الشخص اللي كيعرف سوسيولوجيا المغرب يعني بالتدقيق. فهذه الأشياء لأن هذه كتأدي بنا كتوصلنا لهذا المشكل. كيف يعقل على أن كاين خبرة طبية كاين أشياء علمية محض الآن خاضعة للقانون؟ هي ما خصهاش تخضع للقانون. نعم وضعت قوانين فعلا ما خصهاش تخضع للقانون. حتى بعد حالات الطلاق الآن في المغرب هو ملف طبي 100% وليس ملف شرعي. ملف طبي لأن هذا الخلل الهرموني كيخلي المرأة تمشي تطلب الطلاق اللي ما عارفاش اش طلبت، هي ما بغاش تطلق وما بغاش تفرق راجل ما بغاش تفرق ولادها، ومع ذلك يوصلها لواحد الحاله العصبيه اللي كيخلي ديك المراه ملي تصح تتفوت داك الخلل الهرموني كتندم وتبدا تبكي، ولكن كيكون القانون جرى عليها الجرى ديالها. هنا خصنا القانون. ولذلك انا اقول جميع الحقائق العلميه يجب ان لا تخضع للقانون، خاصها تخضع لملف علمي اولا فني ثم تعطى تسلم للقانون وليس القانون قبل العلم. العلم أولا سيونس، العلم أولا طب، أولا البحث العلمي أولا ماشي سوسيولوجي. ولا كان يكون بحث سوسيولوجي يكون شخص ما قاريش سوسيولوجيا برا، يكون شخص عارف سوسيولوجيا المغرب، عارف مثلا المنطقة بالضبط، منطقة الدكالة شنو فيها، منطقة الشاوية شنو فيها، منطقة قصبة تادلة شنو فيها، منطقة الأطلس أزيلة شنو فيها، منطقة جبارنا ديال تازا شنو فيها، منطقة تندرالة ديال وجدة شنو فيها، منطقة العروي ديال الناظورة شنو فيها، منطقة مكناسة شنو فيها، منطقة تيسة شنو فيها. خصو يكون شخص ملم بأحوال الناس. ولذلك الشريعة الإسلامية تشترط في القاضي أن يكون ملما بأعراف الناس وأن يكون من بين هؤلاء الناس. هما نجيبوا واحد شخص قرأ القانون في باريس ونعينه مثلا قاضي في واحد المدينة، ربما غادي يصعب عليه الأمر يحكم بين الناس. هذا طبيعي. نعم هذا شيء مهم جدا، لأن الآن الحالات الاجتماعية خطيرة جدا، لدرجة أنني وصلت في الاستنتاجات العلمية ديالي وإن شاء الله أنا غادي نتكلم في سوسيولوجيا المغرب، وهذا الشيء اللي كنتكلموا فيه راه سوسيولوجيا المغرب، لأن نقل ورمان هو لا يقتصر على التغذية، لا أبدا، إنما هناك على نمط عيش المغرب مستقبليا إن شاء الله حلقات على السوسيولوجيا. قلنا أن من لا يمكن ولا أسمح باش يكون حوار بين رجل ومرأة. لماذا؟ لأن العامل الهرموني، المشكل ديال العامل الهرموني لا يمكن نشدوا واحد الموضوع ديال المشكل الاجتماعي ونجيبوا مرأة تحاور مع رجل، لأن ليس نفس المفهوم، ليس نفس الأفكار، ليس نفس النظرة. المرأة عندها فكر وعندها نظرة، الرجل عنده فكر وعنده نظرة. خاص إما جوج النساء يناقشوا موضوع وإما جوج الرجال يناقشوا موضوع، إما أن يناقش راجل مع امرأة يناقشوا موضوع. لا لماذا؟ لأن الحالة الهرمونية الصاعق الهرموني عند المرأة ليس هو الرجل عنيف الطبع لأن عنده التستوستيرون. التستوستيرون هرمون عنيف جدا. المرأة عندها العكس، عندها هرمونات عاطفية، عندها هرمونات لينة جيدة سلسة. هذا ولذلك ملي كيكون النقاش كنشوفوا على أن الرجل كينحاور مع المرأة ولكن كيشوف فيها ديما راه مرأة. خاص علاش؟ ملي كيكونوا جوج ديال النساء كيكون الفكر متكافئ، كيكون تكافؤ. ملي كيكون راجل مع راجل كيكون الفكر متكافئ. ولهذا شوفي الحوارات الآن كلها عاقمة اللي كيكون فرج المعامل، تكون دائما عنيفة، أولا عنيفة لأن الاعتراف بالآخر ما كيكونش، لأن الرجل دائما كيبغي يبان على ماشي حتى المرأة. حتى المرأة هي تتبغي تبان، تتبغي تبين بأنها راقدة. فهنا فين كاين المشكل؟ علاش؟ لأننا كنقول حقائق علمية ثابتة ولا يمكن أن نتغاضى عنها. مع الأسف الشديد جميع الحوارات الآن اللي مديورة الآن عبر الفضائيات والمنتديات الدولية هي حوارات ما كتحترمش الأصل العلمي والتأصيل العلمي للأشياء، وما كتحترمش حتى خلق الله في الطبيعة. مثل آخر، هل يمكن لشخص عنده 24 سنة باش يتحاور مع واحد عنده 65؟ في بعض الأحيان من المستحيل. لماذا؟ لا يمكن، لأن نظرة شخص عنده 65 يستعد للقاء ربه ماشي نظرة شخص 24 أمبيسيو عاد قال بسم الله وباقي كيشوف الدنيا بالأخضر. لا يمكن، لا يمكن، من المستحيل شخص عنده 24 سنة أن يحاور شخص عنده 65، والعكس صحيح.
65 سنة لا يمكن أن يحاول. ولذلك الفرق ما بين الأب والابن ديما الحوار ديال الأب مع الابن تيميكو كونوش متكافئين. علاش؟ نظرة الأب ليست هي نظرة الابن، والآن تيبغي يفرض الفكر دياله على الابن. لا، خص تحترم النظرة دي. علاش؟ لأن عنده الفضاء اللي كيعيش فيه، وعنده الفترة اللي كيعيش فيها الزمنية، وعنده الوقت اللي كيعيش فيه، وعنده الجيل اللي كيعيش معاه، وعنده النظرة ديال واش غادي يكون. النظرة ديال الأب كانت في السبعينات ديال الثمانينات. ما نفرضوش على نعم، هذه أشياء اجتماعية خصنا يعني خص فن الحوار. يعني هذه لما تطرقت لها، أنا لما تطرقت لها لدرجة أنني توقفت. علاش؟ لأن غادي ندخل في شي أشياء ربما غادي يوقع ليا بحال جميع العلماء اللي نكروا الفكر ديالهم ولكن رجعوا لي. فعلا. الناس نكروا الفكر ديال كانت رجعوا لي، نكروا الفكر ديال دوركين رجعوا لي، نكروا الفكر ديال أفلاطون رجعوا لي.